صوتي. الشاشة واضحة. دخل معنا سامي ومحمد عبد الله وأنا وأنت. سامي. صوتك يا أبو نواف واضح. صوتك ضعيف. ضعيف صوتك. ضعيف. شكلك من اللابتوب. دائما اللابتوب عندي. أيوه. الحين أوكي ولا أزيد شوي؟ أوكي. لا ممتاز ممتاز. يعني اليوم سامي ما بيضحك إن شاء الله. إيه معود. إيه والله. أشوى اللي ما تسجل. أشوى اللي ما تسجل كان تسجلت التاريخ. والله أبو نواف لو سمعت صوت أنا ماسك نفسي ترى والله العظيم. إيه والله. عموما أنا سويت تجربة للماتني شيء حلو بصراحة ممتاز. إنما الملاحظة اللي عندي الحين مبدئية عليه إن شوية بطيء. يمكن عشان اللابتوب عندي ما أدري. يمكن عشان. طيب بونواه بس بعطيك ملاحظة. صدق بس ندخل بس سيكوينسر الماستر سيكوينسر راح تنسى المتنية تماما وراح ما تحتاج البلوبرينت هنا أبدا. لا 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 مو القصد كذي. مو القصد كذي. حتى السيكوينسر حتى السيكوينسر هذا أمس دشيت عليه شوية أنا أخذت فكرة عنه شوية إنما ما عرفت له بصراحة بس يتهيأ لي أسهل وأقوى. إنما أنا اللي بغيت أوضح لك ان اللي كنت خايف منه الحمد لله ما صار ان حركه الكاميرا جدا حلوه صراحه. يعني وايد حلو. يعني حتى السموث مالها نلاحظ هني. يعني شوف هني دوران حلو ممتاز. وهني وقفت شويه دشيت زوم شوي وقفت ودشيت زوم. واضح عندك هذا هني. إيه لا ما شاء الله ما شاء الله. أي. شكلك تحكمت فيها. انا للحين والله متعبتني الكاميرا. اي لا ممتازه طالما فيها هي السالفه كيرفات معناتها العمليه جدا سهله. وايد وايد حلوه الكيرفات هذه. حتى تقدر تسوي بدل تحط انت كاميرتين مثلا نفس اللي سويتهم امس وتسويهم هني بالدايركتر تجزئهم. لا تقدر نفس بالمايه تقطع على طول تروح على المشهد مالك. تمام عرفت. فحلو بصراحة الماتني أنا عجبني حلو ممتاز. إنما كرزوليوشن وك يعني أنا صدرتهم الحين. خليني أشوف خل نفتحهم بال. لا والله الرزوليوشن ترى لها إعدادات خاصة بس إحنا الحين ما نعرف. بالضبط. لها إعدادات ضعفة يعني. إيه أنا خايف لأن قاعد أشوفه إن شوية بطيء يعني. خلينا نشوف. هني ما أدري خذ ال صار إيه الحين نحول عليه. هذا السيكونس أعتقد هذا نفتحه بالإف تشيك أفضل. يعني يتهيأ لي ان شويه بطيء عندي. خلي المهم مو مشكله. يعني انا بس انا قاعد الاحظ انه شوي قاعد ياخذ وقت بالنسبه لمشهد مثل هذا. يعني صغير يعتبر يعني مو لا بنواف. انا حاط يعني اضافات وسريع جدا مع المواصفات اقل منك بكثير. يعني الكرت عندي قاعد ضعيف. إيه حتى أنا كرتي ضعيف. إنما عموماً لا يعني ما أبي أحكم الحين عليه إلى أن أوصل معه للمشهد مالي اللي بسويه أنا اللي هو يعتبر عن غابة. وفي شفت أنت اللي سويته هذا بس بغيت أعرف ما يخالف بالتفصيل شلون سويت النهر اللي يمشي سحبت منه الباث خليته يمشي على باث. يلا يلا عطني الشاشه اوريك. يلا بس يلا. ابو نواف دقيقه رحني على ابدا. ها عندك على ابدا قائمه ابدا. ابدا وين؟ واكتب باور اوبشن عندك هنا بال ابدا تحت خيارات الكمبيوتر. اي اي اوكي برا. اوكي اي اوكي شنو اقول له؟ اكتب بقائمه ستارت باور اوبشن. اي سويتها اللي قلت عليها. سويتها. اي إيه يقولون ممتازه يعني. لا تصدق هي ما لها علاقه. هي باور باور اوبشن هي تعتبر علشان
يوقف لك الشاشة، يسوي لك إياه ستاند باي مثلاً عشان يقلل الباور، هي من اسمها باور سيفر، يعني يقلل لك استهلاك البطارية فقط لا غير، يعني ما له علاقة بالسرعة، أي مو بالبرنس يعني. وهذه أخذت المعلومة من واحد متخصص بالألعاب، يقول لي طبعاً هو أجنبي، يقول إنه يزود سرعة أداء الكرت عندك، ما أدري هذا عموماً. علشان ماذا يخففه؟ صح، ممكن يعني يخليه ما يستهلك أكثر. يعني طيب أعطني الشاشة أبو نواف. يلا الشاشة. يلا. هو ممكن يا جماعة بس سؤال خارجي شوية. برضو في البرنامج، يعني أنا عندي دلوقتي يا أبو مايا، أنا حطيت الإضاءة وحطيت سكاي لايت تمام، بس في الشادو اللي بيظهر عندي، كلمة بريفيو. أيوة صح. طب ده من إيه ده؟ ده من إيه؟ لا أنت قاعد تعطي أنت بس تحط إضاءة جديدة، قاعد تقول له سوي لي بيلد. تمام، لازم من هنا. شوف انا ما عملتش بيلد خالص، يعني إيه لازم تعمل بيلد. اعمل بيلد، لان البيلد هو يبني لك الشادو من جديد، يسوي ريكمبيوترز، عرفت قصدي؟ طب لازم تسوي ايه البيلد ده بيتعمل منين يا ابن نواف؟ انا ادري بس الشاشه عند شو اسمه البيلد من هنا يا محمد. شوف ايوه طيب بيلد اوبشن ايه تمام. في واحدة ايوه اي الكواليتي دش على الكواليتي دقيقة. اصبر اي صح انت مكان صح بركات. هو الاصل انها بالبلد هنا تمام. ايوه تحت شوي. ايوه انزل بعد هني لايت لايتنج، لا اصعد فوق بيلد اوبشن. اوكي دش يسار. ايوه هنا يطلع لك الحين، انزل تحت بريفيو كاهي. لا 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 هذه اول واحدة. لا 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 لحظة شوي ميخالف، معلش أنا ترى أنا حافظ مش فاهم، ترى أنت غير أنت فاهم ومش حافظ. لا بالعكس. لا والله صحيح، لأن أنا شفتها بالتوتوريال، يعني أنا فصفصت البرنامج صح، يعني مالك شغل. طيب على لايتينج كواليتي. أيوة تطلع لك قائمة. لا خلك عليها. هي المشكلة الماوس عندي شوي. لا إيه روح يمين. أيوة في بريفيو تحت هذه، عادة تي برودكشن فوق، البرودكشن هذا حق الفاينل، أنت حطها على بريفيو وبعدين اضغط الزر اللي موجود عندك على الديسكتوب أو هني تقول له بيلدينج لايت، لأن الحين طالع عنده بيلدينج لايت أونلي، مو لايت مو هايلايتد لأن ما عنده شيء مشهده. بس هي عادة تكون في ايقونه يم بلو برنت هنا فوق مكتوب بيلد، عارفها محمد؟ لا للاسف انا بيلد خلاص لقيتها. شوف محمد هي إيه غير مفعل الحين، البيلد لايتنج اونلي مو مفعل لان ما ضفت اضاءات. يعني اضاءات اي بالضبط. تمام طيب انا عندي سؤال، خليني اوريك انه على السريع ابو نواف اللي كنت اسويه. طبعا هو عباره عن مبرمج داخل البلو برنت، يعني حتى في ناس مسوين زي ما تقول طريق، تقدر الطريق هذا تسحب وتمشي على كيفك. في ناس مسوين النهر تقدر تسحبه زي ما تبغى. البيت اللي شفناه هذا معمول بالبلو برنت، تقدر تضيف اضافات من عندك. خلينا نشوف الان على السريع بس. طيب اي قياس؟ طيب تمام. خلني بس بحط مصب نهر من هنا. الموضوع نجح معايا، الف شكر ابو نواف، الف شكر ابو ماي. تمام ممتاز. الله يحييك. ممتاز. المسجات لازم تطلع عادي لان مو مسوي بيلد الاضاءه. انا طلعت عيني، انا فضلت ادور عليها كتير بس ما عرفتش اوصل لها حاجه يعني. يلا تمام طيب شوف الاضافه هذه بروديشر ابي افهم شلون يا شباب. سامي شنو قاعد اقول؟ يعني لو الشخصيه عندها كشاف مضيء، يعني ينطفئ ويولع في وقت التحكم، هل انه راح يعني يخرب في البلد او كيف؟ يعني انا مش فاهم البلد. انا عارف انه راح يطبع الاضاءه في السطح، بس الاضاءه انا بيها متحكمه، اتحكم بها اطفيها واولعها في اللعب نفسها. هو شوف هو اسمه بريفيو،
بريفيو يعني حق الشاشه اللي عندك بالبريفيو اللي عندك عشان يسوي لك بيلد. انما بالفاينل حتى مكتوب برودكشن، شوف مكتوب برودكشن، بالبرودكشن ما تحتاج خلاص انت هنعين قاعد تقول له بالبريفيو لايتنج حق البريفيو. فانت تسوي اضاءه تحطها مرات تطلع لك مثلا اذا حطيت مثلا الشادو مالها شويه في فيدر شويه في سموث ما يطلع، تعطيه بيلد يطلع لك اياه. بس هذا مو معناته انه بالبرودكشن الاخير ما يطلع، لا ما له علاقه. احنا الحين قاعد نتكلم عن عن بيلد داخل البريفيو مالك بس عشان تشوف انت شنو صاير عندك. انما بالفاينل لا، البرودكشن راح يطلع لك كل شيء تمام. طيب شايفين الاضافه هذه؟ تسلم. الاضافه هذه شايفين اسمها؟ ايه بروسيجر نيتشر ناتشرال ناتشرال بروسيجر ناتشرال باك موجود داخل السبلاين بلو برنت هنا. لحظه قبل لا تكمل بركات، هذه عندنا يا موجوده، هذه موجوده موقع السي جي بير، تقدر تحملها من شركه والله نسيت اسم الشركه. هذه اعطيتك الرابط، اعطيتك الرابط معناته اوكي نزلوا امس. اوكي تمام تمام اوكي، ذكرني اوريك الكلوجن ابو نواف. ها اي اي اوكي تمام ممتاز. طيب ندخل على السبلاين هنا. عندك طبعا انواع، طبعا شوف حتى عندك جذوع الاشجار تقدر تسوي مسارات طويله للاشجار. اي الشجره تمام. انا بس بدخل على الماستر ريفر. ماستر نزل عندك تمام. حلو. لما تنزل عندك تضغط حرف اف على اساس تكون قريب منه. اوكي اي عشان يسوي فريم. طبعا راح تلاحظ في مقبض ابيض شايفه. ايوه صح على اليسار صح. اي اي هذا هو اللي من خلاله تختاره وتضغط الت. حلو. واسحب. تسحب خلاص وتبدا تمشي بالنهر تمام. بعدين النقاط هذه تقدر تتحكم فيها تميلها. اشكل السسمه. حلو. اشكل على حسب هذا. حلو. انا قاعد اشوف انيميتد. هو شكل اي على طول شغال وفي خيارات طبعا. بس انا المشكله ما عندي تحكم كثير فيه كويس. اوكي تمام تمام عرفت. يعني مفترض انك ترسم رسم عادي يعني اي واحد عنده قضيه رسم شوف مثل باث باث عادي مشي عليه. نعم. حلو ممتاز. والنقاط تقدر تعدل عليها. انزل هذا شكل يعني شكل بسيط ما في شيء يعني. اوكي هذا الشكل على إيه؟ طبعا كل ما وقفت ينشا نقطه، لما اضغط الت جديد ينشا النقطه هنا جديده نقطه ثانيه. اي علشان نقدر نتحكم إيه؟ لكن لو سحبت مره واحده ما بيصير معك نقاط كثيره. بالضبط مفهوم. ايوه طبعا تروح للديتيل هنا وتقدر تعدل على كيفك حتى بالخامه حقت الميه باعدادات سرعه النهر هنا. ممتاز الاطار سبيد هنا تزودها يصير المسار إيه؟ كثير يصير شلال. يصير شلال نازل من يصير شلال طبعا في اضافات شلال. هو نفسه ولا شيء ثاني؟ والله هو يصير شلال عادي بس في اضافات ثانيه شلالات بعد. انا يعني كبرته طبعا طرفه. انت طبعا تختار المقاس اللي تشوفه مناسب. ايه ممتاز. انا بسوي مثل غدير مثل مجرى ماي يعني بين صخور وكذي يعني وبعض الزرع كذي هالسوالف. ممتاز. شوف الماستر ابعث له الرابط ده ابو ماي. ابشر يا ابو محمد ابشر واللي يبغاه موجود. الماستر تري شفه طبعا تقدر تصنع جذوع اشجار بالشكل اللي تبغاه. الحين بس يبغى له وقت ينزل. شايف المقبض الى الان طبعا لانه في برمجه كثيره الظاهر. واضحه معكم الشاشه ها؟ اي شاشة واضحة بس لحين ايوه تاخر شوي. ايه الماستر تري برانش طبعا من خلاله تقدر تعمل جذوع اشجار تعمل اوراق اشجار يعني يجيك جذع رئيسي زي السبيد تري نفس الفكرة يعني. وش مكتوب الرسالة هذه؟ وينها؟ يتكلم عن السي بي يو عندي مش ظهر عندنا رسائل. اي ما اشوف الرسائل ما قاعد اشوف. جتني رساله يقول يور سي بي يو هاي ما ادري ايش. اي شوف البيلدنج عندي على تر عندك. تو نزل. طيب لانه وايد يستهلك البروسيسور وايد يعني انا عندي الحين لو ما تقدر تمسك صوب المروحه ما تقدر تمسك اللابتوب. حراره عاليه جدا يعني. طيب شايف؟ طبعا عندك نفس السبلاين الاول
هذا نفس السبيد تري شكله. اي يعني نفس الفكره، انا ما راح ادخل فيه لاني ماني معرف لك كويس. اوكي 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 ممتاز ممتاز. بس هو على العموم ياخذ من السبيد تري، نقدر نجيب من السبيد تري ونحطها اتوقع. اي عادي تستورد. طيب خليني اوريك الكلوجن اللي كنت اتكلم عنه. ايوه يا ريت. اي والله انا صراحه لاني ما افهم كثير فيه، بس انت ممكن لما تشوف الخيارات تقول لي هل هو قوي ولا لا. انا شفت انه فعلا يعني لما تنزل من الفيجوال افكت هنا البوست بروسيس فوليوم هذا اللي تكلمنا عنه مره وتحطه طبعا يكون بمقاس مشهدك عساس المؤثرات تدخل داخل الكونتينر هذا بس، تمام؟ يعني اللي برا الكونتينر ما راح يتاثر. حلو. فداخل المؤثر هذا الان حط كيوب داخل. خلينا نشوف الكلوجن. طيب وين راح الجيومتري؟ جيومتري حط إضاءة. خلنا نحط خامة. هو الأصل يجيب لك كل الماتريال على ما قال، بس نطلع بالك هنا. ايه اضغط على كندنت. ايوه ماتريال. المشكلة أنا للحين عندي مشكلة بجهاز الخامات، كنت أكلم أبو علي إنه ما السلام عليكم. هلا ابو علي. هلا ابو علي وبركاته. سبحان الله على طاريه. يا الله يا الله شلونكم؟ يا هلا هلا ابو علي. انا كنت اتكلم ابو علي، شوف الخامه عندي برضو صايره يعني ما ادري، كل ما اسقطها بالمسقط تروح الخامه من الاصل زي ما قلت. ممكن عندك مفقوده ملفات، اي عندك اشياء لازم يحسبه هواي جوه ما ادري ليش 1500 عند حساب كل شيء هواي. هذا حساب مشروع يعني كامل يعني على خامة بس. وين هي الخامة؟ هذه الخامة أخذتها والله ما نعرف وش كلوت مكتوب مكتوب يعني أتمنى في اليوم يتحسن الـ هذا الزوم حتى نسوي هاي الخامة نفسها الأمامي هاي مال الزرع يتحرك يعني بالماتريال نخلي المادة تتحرك يعني هاي شغله حلوه يمكن هي اربع خمس نودات لا اكثر. طيب ابو يعني علي نعم. ابو علي كيف اسوي هروب هنا بس بطلع من الخامه هذه؟ اكزيت اي اي سكيب 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 ها اي بس قاعد يحسب انا عارف اي هذا راح يستمر هذا هذا حتى تطلع من يبدا يستمر يبقى وين يعني هو هذا حساب بالجي بي يو. طيب خلاص خليه يحسب. خليني اوريك اللي كنت اتكلم عنه البوست بروسيس. انا كنت اكلم ابو نواف عن الاوكلوجن وقوته داخل البوست بروسيس اللي هو مؤثرات. اي نعم شوف السيتنج هنا انا ما ادري بس بوريك الاوكلوجن هنا طبعا موشن بلور ديبث اوف فيلد. اها وين وين اليوم عفوا ابو مايا اي اي هو اليوم اكو عن موضوع يو هيك عام لا لا, لا ما في ما احنا حاطين شيء عام يعني عام الموضوع. اي هذه هذه فكره حلوه مالت الشجره شلون تحتر اللي تكلمت عنها ابو علي يعني يا ريت خلينا نحاول اليوم نشبك عليك نشوف يمكن عندك النت اليوم زين. اي واضح انه عنده صافي صوت ابو علي. لا هو انتم انا اشوف النت ماكم سريع من ينتقل النت يمي تصير الصوره بطيئه وديلي. خلينا نجرب لان حتى انا امس كان عندي النت مو قوي اليوم زين. لا لا نجرب الحين بس انا خلاص شوف طبعا ابو نواف شايف الخيارات اي اي هذه اللي افعلهم يعني ما اتوقع موجوده هذه بالمايه كل الخيارات كثيره يعني كذا ما ادري. الراديوس موجود انتنسيتي موجود ستاتيك فراكشن موجود باور وورد فيد موجود باور لا باور اي ممكن اللي هي الويت كواليتي هم موجود اللي هو السامبل مب بلند ما لا هذه مو موجوده يمكن هذا يسوي بلند بين هذا اعتقد موجوده بالفيري انه يسوي بلند الكلوجن بينه وبين الشادو او لا لا في خيارات حلوه. طيب انا حلو حلو ممتاز ممتاز انا ان شاء الله عندي تجربه فيه بس انما اللي زعجني اكثر شيء ما ادري اذا تلقوا لي حله الـ 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 يعني الحركه اللي داخل الفيو بورت يعني احس ان مرات ابي اروح لمكان انت زي عندك مشاكل فيها اي صدق يعني مو مريحتني يعني وانا يعني نفس المشكله برضه اي يعني يا ريت تصير نفس المايه كذي حركته نفس المايه وهذا الواحد يتحكم صح
يعني في لابد ان نطلع من الكاميرا. ابو نواف شوف شوف الريل هذا ان شاء الله ابو علي بعد بيعطينا عنه فكره. شوف هنا المؤشر حقه تسحبه برضو مع الالت وتقدر تسوي مسارات نفس ال هذا اسمه الدولي. هذا الدولي ممتاز يلف بعد. ها يا سلام يا ريت. خلاص طبعا وش تسوي؟ تجيب الكاميرا اذا كان عندك كاميرا اي كاميرا تحت تحت اخر واحده. لا لا باخذ كاميرا هنا. ايه هذه اي كاميرا اكثر تحطها فوقها تركبها لها. طبعا تضغط كليك يمين وتقول اتاش تو وتختار السرعة اللي متوقفه. ترى شوف البك هذه حقت الالوان. ايه اوكي وتختار الكرين هذا. ايه هذا كان بيرنت كانك تقول له بيرنت. ها ايوه بعدين تروح للكاميرا وتخلي اعداداتها صفر اساس ياخذ نفس الموقع يصير مربوط فيه موقع السيستم. صح منطقيا صح. اوكي تقدر ترفع عن الكاميرا شوي يعني عن التريل شوي. ايه مو الطريقة عموما بس صراحة حلوة. حلوة هذه حلوة. طيب انا بطلع من مشاركة الشاشة شباب ولكم الشاشة. انا بطلع شوي يلا. انا ابي اسأل ابو علي. اي تفضل ابو علي. يزيد فضلك. ابي ماتريال في الانريل يعني حسب من عفوا من ياخذ الشاشه حاليا؟ انا عندي شاشه. انت بتاخذها ابو علي؟ نجرب خلينا نجرب. كيف يلا خلينا نجرب خلينا نجرب يا ريت والله. ايه يلا خذها. الموضوع اللي تحكون بيه انا هسه قبل شوي كنت فاتحه وينه اللي هو هذا الكرين. يعني شفت ابو نواف يسال على الكرين الحركه مالته. ايوه واضحه الصوره. عندنا ديسكتوب بس عندك طالع اللي يشتغل هسه بالانريل هو نفس الديلي. نفس الديلي يمي يعني. ايه الديلي يمي. شنو حركة الكرين؟ اي تفضل. مو مبينه. شنو سؤالك سامي؟ انا اقترح اقتراح انه عفوا وانا قاطعك انه ابو مايه هو عده من نيت سريع. انا اشرح وهو يطبق يعني هو مجرد يعني هو حركه الماوس. اي نعم أفضل. تمام ما عندك مشكله ابو علي. اي اطلع يلا ستوب. طلعت يلا انا دخلت. اوكي الله يستر. طيب هذا مشروع بسيط. تبغى ادخل على مشروع جاهز يعني شوف الكرين شوف الكرين. لا لا خلي الاسئله. شنو الاسئله؟ شنو عندك؟ شنو اللي عندكم؟ نبغى على الكاميرا ريج والريل والكرين. ماكو مشكله نشتغل على الكاميرا وناخذ فد نظره على السيكونس. على السيكونس اي اوكي لان المانتي ما شاء الله يعني بركات شرح حلو بصراحه وطبقته انا. هاي قدام هنا موجود الكرين. يعني هسه سويتوا الكرين سيكونس وما لا 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 ما سوينا السيكونس. سوينا الكاميرا العاديه المانتي وسينما كاميرا اكثر. السيكونسر ما دخلنا فيه. السيكونسر ما دخلنا فيه يا ابو علي. لا هو سهل كل سهل. ناخذ السؤال وبعدين ننتقل لل اوكي سامي وينك سامي؟ كان سؤالي يعني ابي اسوي ماتريال في الانريل يعني تخليني اسوي اوباستي في المجسم بدون ما يظهر السطح الخلفي له يعني زي اوباستي لشخصية جن شبح يعني الشخص شبح. شلون افهم؟ يعني انت لما تسوي اوباستي في المايا يخلي المجسم حقه الابعاد كل يعني من الخلف الداخل يعني يصير مداخلة في نفس سطح المجسم. أنا أبي باستيف لكن بدون ما يصير يعني تداخل في السطح الخلفي من المجسم يعني زي يعني نفس الجلاس. نفس الجلاس هو الجلاس هذا اللي أنا بقدم. ما أبي أوباستي بدون ما يظهر خلف السطح. يعني قصدك اوباسيتي شفافيه الجسم كله وما يبين الجسم اللي وراه؟ لا هو انا ابي يعني يبين الجسم اللي وراه. لحظه الحين انت اذا حطيت الزفير مثلا او كره كذي وقلت له ابي شفافيه
اللي ورا الكرة راح يبين صح؟ أنت تبي ما يبين؟ أنا أبي ما يبين السطح نفسه حق السفير اللي في الخلف. ما أفتهمت. ما يبين شلون يعني؟ ما فهمت عليك. ما يبين شلون؟ طيب لو عندك لا هو شوف يا بركة لو عندك شخصية استوردها في الأنريل لو سمحت. شخصية؟ أنت استمع ما فهمت ثانية. أو الكيوب مو شرط شخصية الكيوب هذا. شوف في بالماية نود في بالماية نود تقول له اللي اي جسم اي فرت اي فيسس مواجهه الكاميرا عطها خاصيه كذا واللي ورا واللي مو مواجهه الكاميرا هذا المات غير المات لا مو المات ممكن المات يكون اكثر ان الفصل او شيء يمكن ما ادري شنو قصده سامي خلي يسوي الكيوب هذا اوباسيتي 50% سو حق الكيوب هذا 50% اوباسيتي حط له ماتيريال عادي الكيوب هذا اي الكيوب طيب. هذا ماتيريال عادي طيب خلني لا افتح ماتيريال جديد هو الاوباسيتي من الماتيريال يصير اي سوي ماتيريال بالبدايه روح على الكونتنت سوي رايت كليك نيو فولدر اي او تفتح المشروع الاولي اللي بي هذه الماتيريال ابو مايا بس وياي شوي على كيف اكو بالماب ماده هو يمكن تفيدنا بالطلاء يعني تروح على الماب بالسيرش ابو علي شوف عندنا ليش ظاهره نقاط على المجسم يعني عادي مو انت فايت بالمود لا انا بال اي بالاديت داش انت مو المود العادي طيب. لا هو في نوعين في العادي اطلع عليه روح اي لهذا عشان روح عليه ارجع هذا ارجع عليه كت طيب هذا الاديت ما انا حاليا عندي ماتيريال للشاشه اي هذا اي باللحظه اوقف هم شايلينها تصدق من 2.12 اسمه شايلينها عاده تكون تحت مشيوله بس بالبروبرتي اتوقع هني شوف هني في اختيار لازم يكون بلا لا صح اد كاهي اد او سبتراكت اوكي اد صح ليش قاعد يطلع لها نقاط شوف الاوبشن مالها يمكن هو اد طبعا يعني المفترض هذا كيوب شوف المفروض انه ما يطلع ماني عارف ايش المشكله صراحه هو اكو امر ما اتذكر حتى وين هو يعني يظهر النقاط يعني بالشو روح على الشو يمكن. الشو بالمنيو هاي الشو شو لا شو هنا اي شو اي اضغط على شو اكو فيجوالايز وانا بي اس بي يمكن بي اس بي اتوقع بي اس بي لا مو هي طيب هل مهم الموضوع هذا فيجوالايز تحت فيجوالايز اي جوا فيجوالايز شنو فيها جوا بالمنتصف إيه اكو هنا يراوي النقاط بالله هاي شو شيلها بريفيو شيل الصح اللي قدامها لا ما لا هي الصح شلت يا ابو شلت الصح ها مو انا بطيء ادفانس اكو امر اذكره يطلع النقاط انا ما طلعت تقدر تحركهم بركات يعني رحت على الفيرتكس انت ايش زين اي يتحرك هذا موديل عادي كان سب سكريبت زين حط العكس روح على الجيومتري مره ثانيه غير تحت بدال اد سب تراكت خليها اي جربت ما في فايده هو طبعا ليش السبس يعمل لك قطع هذا عشان قطع نفس البوليان نفس البوليان فظيع صراحه شيء حلو زين سوي نيو سوي بلا نيو خلينا نشوفه بالاعدادات وبالمجسم فايل نيو اي نيو ليفل دونت سيف ما عندك شيء
طيب خليني اسوي ريست احسن. لا لا تجي متاخر الوقت. هم نفس الحاله مو نيو بروجكت. نيو بروجكت خلاص مو مشكله. لا مو نيو بروجكت. اي ما ادري خل اشوف الار اللي ابو نواف تقدر تطبق نفس الشيء على جهازك. خل اشوف. اي عطني خل اشوف افضل يعني اعطلكم كذا. خليني اشوف ما ادري انا ما اعرف حق اصلا ترانسبيرنسي والسوالف هذه للحين ما اعرف لها بس خل احاول فيها ليش لا. يلا عطني الشاشه. طيب تبغون اخذ اي مجسم من المجسمات العاديه مو شرط كيوب. خلني اجرب يعني انزل مثلا اي شيء اي مجسم. ايوه اي مجسم خلاص يا ريت. أيوة. يمكن يسكر بعد شوي فراح نعيد نرد لانه باقي له يمكن. ابو ماء هذا الكيوب الخليته يعني هو باقي لان هو بحاله الايديت. أيه فهو باقي يعني حتى من تقول له ابلاي هو المهمه مالته انه هو يصنع ماده فهو باقي. ايه لازم تحول يوم. ما كان في نقاط يعني ما ادري اذكر كنت انزل كيوب ما تجيني النقاط بس عموما مين مشكله. احنا الحين نزلنا هذا المجسم اعطى ترانسبيرنسي خلينا نشوف. طيب يمكن اقدر اشرح لكم الحين. اتخيلوا بس معي في وراء الصندوق هذا مكتوب مثلا كلمه ابو علي من موجود الخلف هذه. موجود مثلا هذه فرضا سامي موجود خلف الصندوق هذا الدلو تمام او ما ادري ايش اسمه هذا. اوكي تمام خليني اكمل اشرحك. يعني موجود في خلف الدلو هذا كلمه وهي لاصقه في الدلو نفسه يعني كانها كتابه. لو تسوي ترانسبيرسي للمجسم راح تبان هذا الكتابه وهي من الخلف. انا ما ابي الجزء الخلفي من المجسم يبان لما تسوي اوباستي. ابي يكون السطح اللي قدامي بس فيه اوباستي اما الجزء الخلفي كانه مش موجود. يعني تقصد يعني الجزء الامامي من المجسم فيه اوباستي الجزء الباك من المجسم ما فيه اوباستي كذا. لا محذوف بالمره كانه مش موجود. والله ما فهمت كثير صراحه. اي ممكن انا والله بالمايه. اي تصير بالمايه ممكن تصير. هو احنا نفهمها بالبدايه شنو هي وبعدين نقول. هو تخيل ان في اوبجكت عندك اوبجكت وعلى ايه من الخلف عليه مثلا اوبجكت ثاني. اوكي من الخلف. اي من خلفه من ورا الكاميرا من يعني خلف الاوبجكت في اوبجكت ثاني لاصق فيه لاصق معاه. اوكي الاوبجكت الرئيسي يسوي له الأوبجكت الرئيسي يسوي له ترانسبيرنسي. إذا سويت له ترانسبيرنسي راح يبين الأوبجكت اللي وراه. هو ما يبي الأوبجكت هذا اللي وراه يبين. هو هذا هيك يعني يريده؟ هو سامي؟ صح سامي. وإنت سألت بداية قال ما يريد هيك شيء. ما راح تفهموني إلا لما يعني تجربوا تسووا شخصية جني. صحيح. طيب أجل خل هذه نسوي شخصية سامي. خل هذه نسوي شخصية بعدين. هذا بس على أساس الوقت. اي اللي صحيح لان حصل ب 11 بعد ثلث ساعه. انا اقصد على اساس الوقت نستفيد منه ويكون سؤالك اوضح. يعني مثلا نتواصل برا اللقاء توضح السؤال 100% نجي احنا عارفين وش المطلوب. اوكي ممتاز زين. هسه خلينا نطلع في الثيمه اليوم. خلينا نشتغل على السيكونس. اي سيكونس. اي والله اي اوكي. اللي نزل بالاريل الجديد طبعا بالمناسبه الجيومتري متغير يعني مو نفس اعدادها. انا ما فاتحه ابد. هاي اول مره افتحها من هسه حكيت عن النقاط. مو نفس الجيومتري القديم يعني حتى اليوفي ما يوفي الفليب كله ماكو ما موجود. اي صح متغير التوتوريال اللي نشوفه حتى نشوف شنو النقاط. اوكي الاضافه اللي صارت بالسيكونس صارت اضافتين. من تفتح هسه السيكونس اد ليفل شنو تسوي شوت واحد. الشوت شنو مقصود به؟ شوت مقصود به لقطة كاميرا يسموها شوت. تسوي شوت واحد. إذا تنزل على الجو وتقول له آد ماستر هذا يمكنك أن تسوي أكثر من شوت. يعني شلون إذا تشتغلون برامج مونتاج لا تسوي هسه حاليا قل له كنسل. شلون إذا عندك برامج مونتاج تشتغل أكثر من لقطة. أوكي أذني إضافة. واللي جوا مؤقتا الصور أنا مخليها الماتني
يعني للي معتاد على الماتني. هاي اضافه اضافه يعني وياها وهي بعد كلش قويه. وانا اتصور انه شغلي انا كشغل ما احس بذني احس بالاضافه الثانيه اللي هي تروح للويندوز ابو ماي للويندوز القائمه المينيو 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 ويندوز وين هاي الفايل نيو اي الويندوز سوي نيو ليفل لا تسوي نيو ليفل المينيو المينيو اي الهيلب دقيقه دقيقه ما فهمت عليك ويندوز ويندوز هاي الويندوز فد لحظه اكو سيكونس هاي السيكونس جوا ريكورد هاي سيكونس ريكورد هاي ادوسها هي ما حنفعلها احنا ندوس عليها سيكونس اي سيكونس انت عندك لو سبيس لو ديسك سبيس اوكي هاي هاي شنو شغلها هاي هاي شغلها انه يسوي تتبع الحاجه معينه بالمشهد طبعا بيها امكانيات كلش قويه بس ما احنا نشرحها بس مجرد انه طلمحه وهي هاي صعبه هاي فعلا صعبه مو ذيك سهله كلش انه مثلا انا عندي معركه لنفرض انا عندي جوج قاعد تلتقي او عندي شخصيتين دي شو اسمه المهاجم او والعدو فابدا اللعبه واقول له يابا انت تتبع لي المهاجم او تتبع لي العدو او تتبعهم اثنيناتهم راح يسوي شلون تراك مال البرامج تراكينج البوجو وغيره راح يسوي تتبع فاي شيء حركه اثناء اللعب يعني انت تسويها اثناء اللعب تركض يمنى تركض يسرى تصعد درج تنزل درج راح تسجل هاي الحركه فلما يخلص التسجيل ترجع تستدعيها تدعيها وبعدين تخلي الكاميرا مالتك يعني بدايه تصنع المشهد وبعدين تخلي الكاميرا يعني فالشغل كلش قوي احترافي ممتاز يعني وضحت الفكره ممتاز ممتاز يعني كانك جايب رجال معاه كاميرا ويلحق الشخصيه الف معاه يعني بالبدايه انت مشيت الرجال هي هاي مستخدمه حاليا ان هم يحطون الكاميرات الحديثه بها ذاكره بحيث انه اذا قلت الكاميرا عيد الحركه تعيد لك اياها 100% نفس الحركه الاولى يمكن هاي يعرفها ابو نواف بالكرينات الحديث اي صحيح يعني من تمشي عسكه تمشي وتصور فد هدف معين تارجت معين من تقول له عيد اللقطه ثانيه اذا خلي فد جزء ثاني او خلي فد مؤثر ثاني ترجع لك نفس ال 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 الخط اللي مشت عليه فده يصير شنو ده يصير انه يصور هذا الرجال اللي تعلقته ابو مايا يصوره بس بجد بالبدايه يحفظ حركته يحفظها حفظ حركته بعدين تدخل الحركه مسجله بعد يعني ماكو انه تسجيل مسجله يريد الكاميرا من امام من خلف يقطع على راحته فيحصل على نتيجه يعني اللي هو سبق ولا لعبها اللي هي مثلا انت تتصور انه واحد يضرب واحد وديناميكيا يوقع بتسجيل يدوي ما تجي مضبوطه مو مثل لو انه تسجيل داخل اللعبه وبعدين ينعاد لك على كل هاي نتركها هاي سدين نرجع للسيكونس حلو ممتاز ممتاز شغله حلوه زين نرجع للسيكونس اوكي هسه ناخذ شوت واحد ناخذ شوت واحد اي لا 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 خلينا ناخذ اول واحد بسهوله اد اي اوكي لا اول واحد اد ليفل اد ليفل اكو ديلي طبعا عندي انا شويه فعله زين هسه هنا ايش دي يسوي طلعت القائمه هاي راح اقول لك انه انا حسوي هنا فولدر او انت غيرته طبعا غيرت اسم شو اسمه سميته شوت اوكي راح ينزل عندك فولدر اسمه شوت قل له سيف 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 انتر هسه بالكونتنت بالكونتنت الحمد لله هذا القاله مكان يو تخلي جوه افضل او تشيل كلمه من السيكونس هاي السيكونس تخليها فوق كونتنت اللي يشتغل افتر يعرف هاي الشغلات يعني بنسوي يسوي مينيمايز نفس هذا الاكو فوق بكلمه سيكونس كلمه سيكونس ونقطه يعني قصدي المسكه مال الحرف الواي طرف اليسار ما فهمت عليك كلمه سيكونس كلمه سيكونس ضغط الماوس عليها واسحبها على كلمه